سعيا لمواصلة العمليات التعليمية بأساليب جديدة تتكيف ظروف جائحة كورونا وانقطاع الطلاب عن تلقي التعلم في المؤسسات التعليمية وباتباع هذا المنهج المتطور مواكبة لظروف الراهنة، قامت جامعة صبراتة بندوة علمية لشرح التعليم الافتراضي. اليوم قامت الجامعة بندوة حول التعليم الإلكتروني والتعليم الافتراضي أو نقول التعليم عن بعد، لما تمر به الظروف الصحية للعالم أجمع اللي هي جائحة كورونا وعدم وجود التعليم داخل القاعات الدراسية، فكان لابد أن تساهم الجامعة في إيجاد حلول لهذه الجائحة لتواصل العلم والمعرفة حتى عن بعد. كانت ندوة جدا فيها تفاعل، ندوة ضمت أعضاء هيئة التدريس وقراء الشؤون العلمية، عمداء الكليات، مدراء الإدارات بالجامعة. أشرف على الندوة مكتب الريادة والابتكار ومركز المعلومات والتوثيق ومكتب التعاون الدولي في الجامعة وبحضور عدد من أعضاء التدريس، وقام كل من الأستاذ خالد محمد عبد اللطيف المدير التنفيذي لشركة الكواكب والأستاذ أبو القاسم المزغي المدير العام لشركة الكواكب بشرح مفاهيم وأهمية التعليم الإلكتروني في إطار توجيهات وزارة التعليم بحكومة الوفاق للتوجه إلى التعليم الإلكتروني كبديل أساسي للمرحلة القادمة.